اليوم حضرتوا معنا انطلاق فعاليات المنتدى الأول المغربي البلجيكي واللي كيجي تفعيل للتعاون الثنائي المغربي البلجيكي واللي عنده الآن 55 سنة واللي كيشمل مجموعة من القطاعات. خلال توقيع الاتفاق الثنائي ومن خلال الدوا 19 اللي انعقدت في الرباط، دوا ديال التعاون الثنائي المغربي البلجيكي واللي بالضبط في 19 ماي 2016 تم إضافة الهجرة كمجال للتعاون الثنائي المغربي البلجيكي. تنعتبر هذا تحول إيجابي بالإضافة لقطاع التعليم وقطاع الصحة والبحث العلمي والمياه وقطاعات أخرى كالصناعة. المغرب وبلجيكا واعيين بأن رفع تحدي التعاطي الإيجابي مع ظاهرة الهجرة يجب أن يتم عن طريق تعاون ثنائي متين. حنا في الوزارة وبتنسيق مع الجانب البلجيكي عوض نضموا فقط منتدى الكفاءات المغرب بلجيكا، فكرنا أننا نستدعيوا الكفاءات المغرب بلجيكا ونقدموها كجواب أولي وأساسي وتاريخي على أن هاد أبناء المهاجرين اللي بعد 50 سنة الآن وصلوا لمواقع القرار على مستوى صناعة القرارات في قطاعات متعددة، كانت قطاعات صناعية أو تجارية أو خدماتية أو فلاحية أو تعليمية أو بحث علمي، هما نموذج الهجرة الناجحة المساهمة في تنمية بلدان الاستقبال. فإذا هذه ترجمة استثنائية، ترجمة تاريخية اللي من خلال نأكدوا للعالم أن ممكن مجموعة من الدول في إطار التعاون الثنائي تواكب سياسات الهجرة باش تخلي المهاجرين يكونوا أولا مسوين وضعتهم القانونية وفي نفس الوقت مندمجين اندماج كامل في مجتمعات الاستقبال. اليوم كما كتشاهدوا معنا بعد الجلسة الافتتاحية انطلقت أوراش مهمة اللي غتناول مجموعة من المواضيع الأساسية فيما يخص التعاون الثنائي المغربي بلجيكي. أولا في مجال تأطير الكفاءات على مستوى التكوين المهني، على مستوى تأطير جمعيات المجتمع المدني، على مستوى تأطير الجمعيات اللي تشتغل في قطاع التعليم وقطاعات أخرى، على مستوى البحث على آلية التكوين من أجل الدفع بمجموعة مهاجرين لخلق مقاولات جد صغرى أو لخلق مشاريع أخرى من أجل الدخل المادي محترم واللي كيسمح لهم يعيشوا عيشة فيها الكرامة والاحترام والتقدير داخل مجتمعات الاستقبال. بهذا المنتدى وبهذا الحضور المغربي ديال مجموعة من الكفاءات اللي من أصول مغربية واللي نجحات في دول الاستقبال مثل بلجيكا، كنأكدوا على الإرادة الملكية اللي انطلقت في 2013 واللي بالفعل تبنى المغرب بفضل الإرادة الملكية الاستباقية وهذه الرؤية المستقبلية تبنى سياسة جديدة حول الهجرة واللجوء. وهذه السياسة انطلقت من بعد إنساني ومن احترام تام لمواثيق حقوق الإنسان كما متعارف عليها دوليا، واللي هذا الاستباق الملكي كان دائما يؤكد بأنه ما يمكنش نواجه ظاهرة الهجرة أو التدفق البشري إلا ما كانش إرادة عن طريق ما يسمى بإجماع لبلورة السياسة الوطنية، ثم إرادة باش يكون تعاون جهوي، ثم إرادة باش يكون تعاون قاري، ثم إرادة باش يكون تعاون وتضامن ومسؤولية مشتركة على المستوى الكوني. المغرب التزم بكل احترام كل التزاماته وحاضر في إفريقيا حضور قوي. صاحب جلالة هو رائد الهجرة في إفريقيا وقدم في القمة 30 اللي انعقدت بأديس أبابا قمة الاتحاد الإفريقي، وقدم فيها خارطة الطريق اللي ارتكزت على 3 المرتكزات الأساسية. أولا اعتبار الهجرة رافعة التنمية، اعتبار الهجرة آلية من آلية التضامن إفريقي، واعتبار الهجرة هو آلية التعاون جنوب. وبفعل هذا خارطة الطريق ما جاتش من فراغ، بل كتأكد واحد الحقيقة أنه ملي كنتعاطاو مع الإحصائيات هناك 32 مليون إفريقي مهاجرين في جل قارة العالم، منهم 16 مليون هي هجرة إفريقية بمعنى داخل الدول الإفريقية. من هنا يجب على إفريقيا صياغة مقاربة إفريقية تضامنية للتعاطي مع الهجرة. في نفس الوقت كانت هذه خارطة الطريق اقترحت خلق مرصد إفريقي للهجرة، وللمغرب اقترح أنه يكون المقر، وبالفعل توقع إبان وموازاة مع المنتدى العالمي للهجرة ومع الميثاق العالمي. تم توقيع
على ان يحتضن المغرب هذا المقام. المفسد ما هو المفسد؟ المفسد هو اللي يقوم بعمل استباقي من اجل الاجتهاد والتفكير وخلق حلول افريقيه لظاهره الهجره. اذا هذا المنتدى هو اولا ترجمه عمليه ميدانيه لتعاون بلجيكي مغربي في مجال الهجره، هو نموذج لكل الدول ورساله قويه ان التعاون ثنائي ولا يقدر يواكب هذه الظاهره المعقده، وان الانغلاق داخل الحدود بدون تعاون شمولي امني استراتيجي تنموي مواكبتي ما يمكنش نحلوا احدى واعقد الظواهر اللي كتواجه البشريه في هذا القرن 21، الا وهي ظاهره تاطير النزوحات البشريه. شكرا.